هنا بقرية سيدي مرزوق الفلاحية على ارتفاع 800 متر والتي تبعد عن عاصمة الولاية ب 16 كيلومتر. عائلة تعيش هنا ظروفا حياتية صعبة في ظل مناخ قاس وانعدام تام للمشاريع التنموية نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية. رانا هنا مغبونين بزاف، هنا لا طريق لا ماء لا ضوء لا حتى حاجة. الأولاد يقرون لتحت، السيمانة السيمانة نجيبوهم نكروا الواطة باش يوصلونا هنا. حنا كان عندي الفلاحة وعندنا الماء، نديروا الفلاحة ولادنا يخدموا وحنا نخدموا وتقعد البلاد وعندنا الضوء، ما عندنا حتى والو. كانوا يخدموا لنا غير الطريق بزاف عليهم. بو صح ما بغاوش يخدموا، بو يديروا لنا غير الطريق. إيه شمعة نقدوا شمعة، راه ديجا دخلي للدار شوفي تلقاي الشمعة النار قادية، ما كان القرعة تاع الغاز الحق ب 60000 50000 80000 كل نهار وكيفاه. طرحنا انشغال القاطني هذه المنطقة الغنية بثرواتها الحيوانية والنباتية على السلطات المحلية فكان الرد. فعلا لما اتصلت بي وطرحتوا علي الانشغال تنقلت مع ثلاث نواب الى عين المكان في هذه منطقه سيدي بوبكر. كل المواطنين اللي رجعوا للمساكين هم كلهم استفادوا من بناءات ريفيه وعندهم الكهرباء والماء، الا ان العائلات اللي زرتوها هذه رجعت مؤخرا، وان شاء الله الاجراءات اللي يعني اللي تتكلم تتعلق بالسكن نبداوها من الان ان شاء الله. كل المواطنين اللي عندهم الرغبه باش يرجعوا سيدي مرزوق ويستقروا في اراضيهم ويستثمروا ويقوموا بتربيه المواشي، احنا مستعدين باش نرافقوهم ونساعدوهم. وفي انتظار فتح المجال امام المستثمرين واخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، بات من الضروري استغلال مؤهلات هذه المنطقه.